صباح الخير يا أردن، صباح مختلف بتختلف فيه البدايات والتفاصيل لكنها بتجتمع على حب وطن بيحتضننا لنحيا فيه. صباحات بنستشعر فيها بأعظم النعم، نعم العائلة والصداقة والوطن. لصباحات يوم الجمعة قدسية خاصة، هي استراحة المحارب لكل العيلة، فبعد أسبوع طويل من العمل والدراسة بتبدأ نهاية الأسبوع بلمة عيلة بتتجمع على ضحكات وقصص مع كاسة شاي وسفرة تصنع بكل حب من إيدين أمهاتنا، سفرة منعشق فيها كل تفاصيلها الأردنية. وإحنا هلأ رح نبدأ معكم نهاية أسبوعنا بصباح الخير يا أردن، ورح أصبح عليك يا رزان. هلأ صباح الخير، كيفك اليوم؟ منيحة. شوفي أحلى من لمة يوم الجمعة والعيلة وسفرة الجمعة، ما في أحلى منها صراحة. ما في أحلى أبدا من سفرة الجمعة ومن يوم الجمعة بشكل عام، لأن العيلة بتكون وأخيرا بعد أسبوع طويل مع بعض. بس بدنا إحنا كعيال وكناس وكأفراد في المجتمع ندير بالنا هاي الفترة، لأنه حالات الكورونا كتير عم بتكون صحيح. عالية. لازم ندير بالنا ونتقيد دائما ب يعني تعليمات السلامة وإجراءات السلامة، ونحط دائما الكمامات ونرش دائما المعقمات وندير بالنا ونبعد عن بعض دائما دائما، يعني مشاننا ومشان أهلنا وناسنا ومشان تضل هالبلد فاتحة. يعني بالآخر صحيح. إحنا كلنا تعبنا والبلد بطلت تتحمل أصلا اقتصاديا أكثر من هيك. صحيح صحيح. إحنا يعني بنقبل هلأ من الجميع وكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، بنحب دائما ننوه يعني كمان بدورنا الإعلامي لازم ننوه على هذا الموضوع ونركز إنه تلتزموا بهاي الإجراءات بارتداء الكمامة، وأيضا الأشخاص اللي ما أخذوا المطعوم يتوجهوا بأسرع وقت للأماكن المخصصة ويأخذوا فيها المطاعيم، لأنه هذا كمان واحد من طرق الوقاية. الأعداد عم بتزيد وكل يوم عن يوم عم بيصير الخطر أكتر علينا، عشان ندير بالنا على حالنا وعلى أهلينا وعلى الأشخاص منحبهم، لازم ندير بالنا على صحتنا وعلى صحة الأشخاص اللي حوالينا، وإن شاء الله ما بيصير شر على الجميع. إن شاء الله يا رب، يا رب نخلص قريبا من هالجائحة. صحيح إن شاء الله. مشاهدينا إحنا جاهزين نبلش معكم بفقراتنا، بتقدروا تابعونا عبر صفحتنا على فيسبوك على عمان تي في أوفيشل، أو على قناتنا على اليوتيوب عبر عمان تي في، أو عبر خدمة البث المباشر على موقعنا الإلكتروني عمانتيفي.نت. هلا صار الوقت نتعرف على فقراتنا ومواضيعنا وضيوفنا لهي الحلقة، خلينا نتابع. بتتابعوا بحلقة اليوم من صباح الخير يا أردن. بفقرة خفايا الحكاية، بركات الزيود رح يعرفنا على أسرار منطقة أذرح اللي شهدت على تاريخ 5 حضارات مضت. غيث الرقاد بيسلط الضوء على قطاع تربية الدواجن المملوكة للأفراد بفقرة اللي مشكاره. زين الخطيب بتاخدنا لمنطقة زي في مدينة السلط لتعرفنا على مبادرة بيكنيك ان جوردن المختصة بالترويج للسياحة الزراعية والمناطق الريفية. بعد الأزمة اللي بتمر فيها الليرة التركية الآن، خلود الحاج ديب بتعرفنا على الأسباب وراء تراجع قيمتها والأزمات اللي مرت فيها تاريخياً بفقرة مصاريك بأمان مع نور المال. بعد تعيينها سفيرة لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، لقاء مع الفنانة نداء شرارة والمديرة الوطنية للجمعية السيدة رنا الزعبي للحديث عن أغنية تقبلني اللي أطلقتها الجمعية مؤخراً ضمن جهودها لضمان حصول فاقدي السند الأسري على كامل حقوقهم الدستورية. بفقرة بالسمن البلدي، الشيف محمد عليان وضيفه راح يحضروا لنا طاجن لحم الريش مع الخضار بالفرن العربي بطريقة بسيطة وسهلة. بنهاية الحلقة، تقرير بيستعرض مهرجان فني بيجمع نخبة من الفنانين الأردنيين والكوريين بأعمال مشتركة بطريقة مبتكرة. يعني ممكن كتير منا ما سمعوا عن منطقة أذرح أو أذرح، اختلفت المسميات إلا أنه أرضها استقبلت 5 حضارات وتحدث عنها المؤرخون والكتاب، فهي أذرح ذات التاريخ الطويل والكبير. صحيح، في منطقة أذرح معسكر للرومان على مساحة كبيرة من أرضها بيحكي تاريخ هاي البلاد اللي حباها الله بنعم لا تعد ولا تحصى. كالعادة فريق خفايا الحكاية وزميل بركات الزيود وصلوا لهذا المعسكر واكتشفوا خفايا كتير تعرض لأول مرة، خلينا نتابع. غادر الرومان هذه الأرض قبل أكثر من 2000 عام، لكنهم تركوا خلفهم معسكراً رومانياً مليئاً بالخفايا والغموض. 5 حضارات تعاقبت على هذا المكان، زالت وغادرت وانطوت واندثرت، لكن الأردن بقي محافظاً على هذا الإرث التاريخي الذي يبين أن الأردن
موغل بالحضارة والتاريخ، ويستحق هذا المكان اليوم أن يكون على خارطة البرامج السياحية وأن يروج له كما ينبغي، فهو تاريخ وحضارة ومليء بالخفايا. تاريخ طويل، حضارات مرت من هنا، قامت قرونا طويلة، لكن الثابت الوحيد الباقي هو أذرح أو أذرح، المنطقة التي ما باحت للأردنيين بكل خفاياها، وتستحق أن تكون على خارطة السياحة للأجيال الأردنية المتعاقبة. احنا نتمنى من وزارة السياحة ومديرية الآثار انه ايش ترميم هذا الموقع. حقيقة هذا الموقع جميل جدا، بس احنا بحاجة انه ترميمه وادخال الموقع على الخارطة السياحية. على مد نظرك معسكر روماني هنا تتعب وانت تسير به، تحت كل حجر حكاية تستحق ان تروى وتوثيقها للأجيال، بل انه متحف متكامل من الحضارة الأردنية التي مرت هنا على أرض هذا الجنوب. المعسكر الروماني قصة تاريخ حضاري إنساني ممتد لأكثر من 2000 عام. هذا الموقع بالأساس كان مدينة نبطية، وكانت على مشارف مدينة البتراء، وبنعرف بعد بروز قوة الرومان وسيطرتهم على منطقة البتراء، هذه المنطقة تحولت إلى مدينة رومانية، لكن تم استحداث فيها شيء جديد، مفهوم مصطلح جديد استحدث فيها الحاكم العسكري، فأصبحت مدينة مدنية عسكرية، وكانت بمثابة خط الدفاع الأول لمدينة البتراء. التفاصيل العديدة وكثيرة في هذا الموقع الأثري الكبير. هذا المساحة أعتقد أنه مساحة ما يقارب 70 دنم، والمعسكر الروماني كان موجود بهذه المنطقة، منطقة بلاد الشام، وكانت توثق لتخوم الدولة الرومانية في ذاك التاريخ المجيد لها بعظمة وضخامة حدود الدولة الإمبراطورية الرومانية. وكان المعسكر الروماني شاهد حي على ضخامة واتساع مساحة الإمبراطورية الرومانية. بنى هذا الموقع الفيلق الروماني السادس، وكان له 4 بوابات، وكانت مدينة مدنية عسكرية تعج بالحياة، وتصفت بالجانب التحصيني. فالمعسكر الروماني من المسمى له بيعطينا انطباع التحصين العسكري. وعمقرب من هذا المكان نشهد برج مراقبة موجود بالقرب من جبل التحكيم، فكان بمثابة محطة رصد ومراقبة للطريق التجاري وطريق القوافل وطريق الجيوش. كنائس قديمة، أقواس، أعمدة، مصانع، بيوت، أماكن للجنود، قنوات مياه ما زالت تدل على حضارات الرومان والبيزنطيين والإسلاميين والعثمانيين، واليوم هي غائبة عن الاستغلال السياحي والترميم الذي من الممكن أن يكون أحسن مما هو كائن. هذا المكان شهد تعاقب العديد من الحضارات الإنسانية، فبعد الرومانية كانت الحضارة البيزنطية موجودة في هذا المكان، ودليل ذلك الكنيسة البيزنطية الموجودة في هذا الموقع الأثري الضخم، وبنيت هذه الكنيسة من حجارة نفس الموقع. خلفنا نجد اللي هي القلعة العثمانية، وبنيت عام 1500 تقريبا، أو بداية نحكي بداية العام 1500، وكانت من ضمن سلاسل القلاع اللي بنيت زمن السلطان سليمان القانوني على طريق الحجيج. فكانت هذه القلعة بمثابة محطة عسكرية أمنية للحجاج القادمين من أرض فلسطين. بنفس الموقع كمان أنه كانت الدولة الأردنية ماثلة في هذا المكان، بالقرب منا بيت حمد بن جازي، وقام وزارة السياحة والأثار بإنشاء مركز زوار أضرح السياحي. التجوال بهذا المكان الشاسع ستجد فن الطراز المعماري المتميز، التحصين العسكري، التنوع البنياني. أضف إلى ذلك كانت هذه المنطقة تشتهر بعيون الماء، وعين أضرح كانت موجودة ماثلة بالقرب من هذا المكان، وكانت المياه تصل إلى مدينة معان وما بعد مدينة معان. عندما تغادر العاصمة عمان باتجاه الجنوب ثم تصل منطقة أذرح، تأخذك الأماكن داخل المعسكر الروماني إلى البحث عن الأسئلة التي تواجهك في كل حجر لم يتغير مكانه منذ 2000 سنة، لتجد الإجابة بأن هذا التراب موغل بالتاريخ الكبير والعظيم. الأردنيين يجب عليهم أن يعرفوا تفاصيل تاريخ دولتهم، هذه الدولة الممتدة عبر
مئات من السنين، ونحن كشعب أردني ورثنا هذه الحضارة الإنسانية الموجودة أمامنا. 12 محافظة بأردن لدينا تاريخ عريق يوثق لحضارة إنسانية قائمة على هذه الرقاع الشاسعة. لابد من إعادة منظومة التعليم فيما يخص الجانب التعليم التربوي بغرس مفاهيم جديدة لدى الجيل الجديد لكي يعي تفاصيل المصطلحات التوعوية في تاريخنا المعاصر. وهذا التاريخ المعاصر لابد من ربطه بالتاريخ الماضي القديم لكي نبني ثقافة لجيل لترسم ملامح الهوية الوطنية من جديد. هذا الموقع بقضاء أضرح هو جزء لا يتجزأ من منظومة كبيرة من الحضارة الإنسانية. هذا موقع بالذات فيه تعاقب 5 حضارات إنسانية، فما بالك لما تحكي عن الأنباط والرومان والبيزنطيين والعهد الإسلامي والتاريخ الحديث المعاصر. هذه 5 حضارات إنسانية عاشت في هذا المكان. رافقنا مدير سياحة معان وأحد أبناء المنطقة الذين يجاهدون بكل ما أوتوا من قوة بحثا عن استغلال أمثل لهذا التاريخ وجلب التنمية للمنطقة البعيدة عن العاصمة عمان. فقد مشينا أكثر من 3 ساعات حتى وصلناها، فوجدنا تاريخا يستحق الزيارة. إذا أردنا أن ننهض بهذا المكان، نحن بدأنا بداية الطريق بإنشاء مركز زوار. أعتقد أنه الآن المهمة سهلة، لابد من وضع خطة خمسية لمدة 5 سنوات. هذه الخطة الخمسية لمدة 5 سنوات بداية يقوم الباحثين والمؤرخين وأساتذة الآثار والباحثين عن الآثار بإعادة دراسة تفاصيل هذا المكان والبحث عن تفاصيله لكي إعادة رسم المكان من جديد. هذا المكان لو وضعت أنا مسار سياحي يستغرق معي التجوال ما لا يقل عن ما يقارب 2 ساعة. هذا المسار السياحي، إذن لابد من وضع خطة إعادة التقييم لهذا الموقع، الترميم لما يستوجب ترميمه، جمع الدراسات والمهتمين والباحثين وتخصيص المخصص المالي، وتكون هناك جدية بالعمل. لن نستطيع إعادة الروح لهذا المكان إلا إذا توفرت هذه العناصر الرئيسية، ولابد من الجدية حتى نجعل من هذا المكان لنبعث له الحياة من جديد. أبناء قبيلة الحويطات يعرفون هذا المكان جيداً، ملتزمون بعدم أذيته ولو بكتابة خادشة، يستقبلونك بالكرم والطيب وسواد العرب الأصيلة بمركز الزوار، وأقل كلمة يلا حيكم، من ممشاكم الملقاكم. بالنسبة لمركز زوار أضرح هو يعني نعمل هذا المركز لكي انه مثلا ايش نستقطب السياح والزوار سواء من داخل المملكه او خارج المملكه. احنا ارتئينا في هذا بالنسبه لمركز زوار اضرح في موجود بيت حمد بن جازي، وانا عملت لمجموعه سيسي الباديه لحوار الثقافات لنقل ثقافه الباديه والاردن على مستوى دول العالم اللي هي الخيمه الهاشميه، وأطلقت على هذا البيت تقريبا مساحته من 27 متر في 12 متر، أطلقت على هذا البيت لبيت الهواشم. أذرح ومعسكرها الروماني سرنا به يوما كاملا، ينقل المصورون كل جمال به، يحتارون ماذا يلتقطون من جمال كثيف لنشره عبر هذه الشاشة لكم. غابت الشمس علينا وأشعل الكرام من أهل المنطقة النار منذ وصولنا إليهم. غادرنا وهم يقولون اجعلوها بعودي الربع، ونحن نقول لهم إن هذا غير غريب على كراسي البلد وكبارها، فأذرح الجميلة ستبقى جميلة وسنزورها وستبقى جميلة بكل هذا التاريخ العظيم والكبير. يعني منطقة إلها تاريخ طويل كتير ومر عليها كتير من الحضارات على مر التاريخ، وإلها أهمية تاريخية يعني خصوصا بفترة استيطان الرومان للمنطقة، يعني فيها أثار وفيها معالم على حضارات على معسكر روماني وأثار بتعود كمان لعهد الأنباط. هاي كلها دلالات على أهمية هذا المكان وعلى أهمية أنه تتوجه لها الأنظار دائما، وأن رزان لازم تترمم ولازم تنحط على الخارطة السياحية. يعني جد منطقة مهمة كتير. لورينا بتعرف شو أنا بشوف؟ أنه هاي الأماكن المهم أنه يتم تضمينها في مناهج
مناهجنا الدراسية لحتى يعرفوا عنها الطلاب وشبابنا والأطفال بهاي الأماكن لأهميتها التاريخية والحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها على أرض الأردن، لأنها كتير مهمة ومهم أنه نعرف عنها ونوثقها بتاريخنا. نتشكر أكيد فريق عمل خفايا الحكاية على هاي الفقرة الرائعة ويعطيهم ألف عافية. أكيد مظبوط رزان، أنا بتفق معك كمان، كتير ضروري هذا الحكي يكون موجود بمنهج الدراسي، بمنهج الدراسي للطلاب تيعرفوا أكثر من عن هاي المواقع، مش بس المتعارف عليها جرش والبترا والبحر الميت، وهيك في كتير مواقع حلو يعرف عنها الأولاد، بما أنه جيلنا إحنا ما بعرفها على قليل هم يصيروا يعرفوها. 100% هلا رح ننتقل رزان لفقرة اللي مش كارو مع غيث الرقاد بحلقة اليوم. غيث رح يجرب العمل بتربية الدواجن بمزرعة للدجاج بمنطقة الموقر يا رزان. صحيح، عالميا يتم ذبح أكثر من 9 مليار دجاجة سنويا من أجل اللحوم، ويعتبر الدجاج من أكثر الحيوانات المستخدمة على موائد الطعام. واليوم غيث جرب العمل بأحد المزارع الإنتاجية ليروي لنا تجربته، خلينا نتابع غيث. صباح الخير، المشاريع ببلدنا كثير ومتنوعة، بفقرتنا قدرت أزور وأشتغل بأكثر من قطاع، فضولي دايماً مستمر بإني أخوض التجارب المختلفة، لهيك قررت اليوم العمل بمزرعة للدواجن حتى أعرف هاي المزارع كيف بتشتغل، كيف بتنتج، وكيف ممكن إنها تكون مشروع استثماري جيد. طبعاً مزارع الدواجن هي من المشاريع الإنتاجية المهمة اللي بتساعد بعض العائلات خارج العاصمة عمان، وهي مشاريع ممكن الشباب يقبلوا عليها ويكون عندهم مزارعهم الخاصة ويشتغلوا بهذا المجال. بس قبل ما نبلش بالشغل داخل المزرعة، معنا الأستاذ أحمد أبو رواع. عمي يعطيك العافية. هذا كيف حالك؟ الله يرضى. اليوم انت ممكن من السبعينات وانت بتشتغل بمجال مزارع الدواجن. نعم. بمجال الدجاج بشكل. نعم. عام وتربية الدجاج وتوزيعه. نعم. بدنا نعرف اليوم شو اللي خلاك تكون بهذا المجال اول شيء، يعني ليش اخترت مجال المزارع الدواجن؟ وانا بعرف انه ابنائك وابناء اخوتك كلهم بيشتغلوا بهذا المجال. نعم. بدنا نعرف عن هذا المجال، يعني والله اخترت؟ هو هذا المجال أول ما انفتح، أول افتتاحه الناس اجت عليه، كانت الشغلة مش بالكثرة هاي، يعني ما فيش شركات، قليل شركات. طيب الناس ليش اتجهت انها تعمل مزارعها الخاصة، مزارع الصغيرة؟ يعني هو أكبر قطاع في المملكة قطاع الدواجن. مزرعة الدجاج قديش بتكلف؟ إذا حدا بده يشتغل بهذا المشروع قديش تكلفة المشروع؟ فهي الشغلة بده 25,000 دينار. 25,000 دينار حالياً. إذا هو القطاع هذا إذا صاحبه وبيشتغل بإيده، ها، وما بيقول لفلان ودي لي صيصان واصبر عليه بشك، وبيدفع ثمن العلف، بيدفع ثمن الصوت، هذا هو مستفيد. طيب أنا اليوم بخوض تجارب كثيرة بالشغل وبالعمل، وبحب أروح على المشاريع الإنتاجية، وخصوصاً اللي ممكن الشباب يشتغلوا فيها وممكن يبنوها. اليوم بدنا نشتغل معاه داخل مزرعة الدواجن، بدنا نتعرف على هاي المزارع من جوا، كيف تشتغلوا، كيف الأمور كلها بتصير جوا، إيدنا بإيدك، بدك تعلمنا على الشغل جوا كيف. ماشي، تمام سيدي؟ تمام، تفضل. أول مهمة أعطاني إياها أبو سامي إني أشيك، يعني الموظف أو اللي بيشتغل بهاي المزارع أول إشي أول ما يفوت مزرعة الدجاج يشيك على جميع الصيصان إنها سليمة، إنها ما عندها أمراض. وطريقة التشيك بتكون من خلال إنك تمشي بيناتهم وتحركهم حتى تشوف كل صوص قاعد بتحرك وبمشي بالطريقة السليمة اللي ما فيها مشاكل، خصوصاً وإنه نوع هذا الصوص هو هبرت. أهم شيء داخل المزرعة مراقبة الدجاج وضمان عدم تعرضه للأمراض المختلفة. صاحب المزرعة أول مهمة له تحريك الدجاج والمشي بكل زوايا المزرعة والتأكد من أنه جميع الصيصان على قيد الحياة. جو 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 جو
طبعا اول شيء ابو سامي بدك تشيك انه كلهم حالتهم سليمه. اه طبعا. قديش تقريبا في صوص بالمزرعه؟ جه 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 خمس شغل. جه جه شو كلمه جه هاي يعني؟ ليش هاي؟ هو متعود عليها، تكون واقف غاد هو نايم بتنادي عليه بيجيك تحرك لحاله بيجي. جه جه. درجة الحرارة داخل المزرعة يجب أن تكون متوازنة للحفاظ على دورة الإنتاج. بهاي المرحلة بتكون الرطوبة عالية داخل المزرعة ودرجة الحرارة حول 30. مع تطور القطع أصبح هناك معالف أوتوماتيكية بتغطي 50% من الشغل، وحتى تضمن جودة المنتج داخل المزرعة يجب المحافظة على نظافة المكان بشكل يومي. موضوع العلف غالي مرتفع جدا. طبعاً الغالي. قديش سعر طن العلف؟ العلف في عندك من 430 ل 460 العلف. الطن الواحد؟ الطن. وكمزرعة قديش بدها طن خلال مسيرة الإنتاج؟ يعني هاي المزرعة 5000 اللي احنا واقفين فيها بدها 15 طن أقل إشي. الشغل مش عيب والعمل عبادة. اليوم خذنا تجربة العمل داخل مزارع الدواجن. ما كنا نعرف كثير عن تفاصيل هاي المزارع، شو بيصير جواتها، المهارة مطلوبة والخبرة أيضا مهمة في هذا المجال حتى أنت يكون عندك مشروعك وتقدر تستثمر فيه ويكون لك فيه مردود مادي جيد. تعلمنا اليوم من العم أبو سامي كثير تفاصيل عن هاي المهنة، راح نشتغل مهن ثانية، راح نخوض تجارب معكم عن قرب حتى نتعرف على أغلب المهن وأغلب المشاريع وبكل القطاعات. يعطيكم العافية. يعني يعطيك ألف عافية غيث على تجربتك المتعبة بهاي الحلقة. يعني في بالأردن أكثر من 2000 مزرعة دجاج خاصة لأفراد، وعادة قطاع الدواجن والمزارع الخاصة اللي بتعود للأفراد بحاجة لدعم من الحكومة، وخصوصا أنه سعر طن العلف بتراوح بين 400 دينار ل 420 دينار. صحيح لورينا، يعني أنا بتخيل العمل بهاي المزارع مش سهل أبدا، صعب، وخصوصا أنه المزارع بتكون بعيدة عن الأماكن السكنية. صحيح. وأيضا بتزيد التكلفة بفصل الشتاء لأنه درجات الحرارة لازم تكون في براكس الدجاج للصيصان من 30 ل 34 والدجاج اقل، فيعني بده يكون في اهتمام على مدار السنه بدجاج. يعطيهم الف عافيه جميعا العاملين في هذا القطاع. اكيد يعني في تفاصيل كثير بهاي المهنه رزان، يمكن اصعب ما فيها هو اثناء تواجد داخل براكس الدجاج الحراره والرطوبه زي ما حكيتي، والرائحه للاشخاص اللي بيكونوا موجودين يعني يمكن ما يقدروا الكل يتحملها. صحيح. مش شيء سهل الواحد. صح. يقدر يتحمله يعني، بس نروح على مزارع دائما نبعد عن براكس الدجاج، بتحسي انه ريحته كثير قويه كمان. فيعطيهم الف عافيه طبعا غيث وكل فريق العمل، بنوجه لهم اطيب التحيات على مجهودهم دائما المتواصل خلال هاي الفقره. اما هلا مشاهدينا فموعدنا مع اول فاصل بحلقه اليوم ومكملين باقي فقراتنا ومواضيعنا معكم، خليكم معنا. بعد الفاصل زين الخطيب بتاخدنا لمنطقة زي في مدينة السلط لتعرفنا على مبادرة بيكنيك إن جوردن المختصة بالترويج للسياحة الزراعية والمناطق الريفية، وخلود الحاجدي بتعرفنا على الأسباب وراء تراجع قيمة الليرة التركية والأزمات اللي مرت فيها تاريخياً بفقرة مصاريك بأمان مع نور المال. اهلا فيكم من جديد متابعين صباح الخير يا اردن. بذكركم انكم بتقدروا تحضروا صباح الخير يا اردن عبر صفحتنا على فيسبوك على عمان تي في اوفيشال، وايضا عبر خدمه البث المباشر على موقعنا الالكتروني amantv.net. اما هلا مشاهدينا فرح نروح لزي في مدينه السلط مع مبادره بيكنيك ان جوردن يلي بتهدف للترويج للسياحه الزراعيه ودعم المجتمع المحلي عبر تنظيم رحلات للمشاريع الصغيره اللي بتوفر تجربه العيش بالريف. في احلى من هيك؟ ما في احلى من الريف الصراحه. هاي المبادره مناسبه لجميع الاعمار وبتعرف الكبير قبل الصغير على الاماكن والمشاريع الصغيره خارج مدينه عمان اللي بتوفر اجواء عائليه ريفيه. خلينا نتابع هذا التقرير من اعداد زميلتنا زين الخطيب ونكمل بحلقتنا لليوم. بهدف الترويج للأماكن السياحية في الأردن وبالأخص الأماكن غير المعروفة سياحياً،
بالإضافة إلى دعم المجتمع المحلي من خلال الترويج لمنتجاتهم ومشاريعهم الصغيرة، أسس المهندس سعد النفار مبادرة بيكنيك إن جوردن في عام 2019. هذه المبادرة مناسبة لكل الأعمار من أجل توفير رحلات بأجواء عائلية والتعرف على الثقافات المختلفة في المجتمع وللفت الانتباه لثقافات لم يعشها كثير من الناس كالزراعة وتربية المواشي والطيور وكيفية التعامل معها كسرج الأحصنة وإطعام الحيوانات والتعرف على النباتات المختلفة من أشجار وخضروات. صباح الخير يا أردن، صباح الخير يا سلط، تحديداً صباح الخير يا زي. المكان اللي احنا موجودين فيه حالياً ضمن مبادرتنا بيكنيك إن جوردن، ضمن مشروع السياحة الزراعية اللي عم نشتغل عليه صرنا فترة وعم نطور عليه، اللي هي كيف إنه نخلي المواطن يعيش حياة المزارع، يشوف يتعرف على ثقافة المزارع اللي يمكن كتير من الناس إحنا عنا بعيدين عنها، منخليهم يعيشوا كيف إنهم يشاركوا في رعي الغنم، يطعموا الغزلان زي ما شفتوا، يشاركوا في الخبيز في العجين، يعملوا كيف خبز الشراك. يمكن لكتير إحنا منا صاروا ما بيعرفوا كيف بنعمل قاعد خبز هالشراك هذا، يجربوا الفطور البلدي ضمن أجواء اللي هي ريفية بامتياز. شعارنا في مبادرتنا في هذا تحديدا السياحة الزراعية تعليمي تفاعلي ترفيهي ضمن رفاهية يعرف يتعرف أكثر على ثقافة الأجداد. نتمنى للكل أنه يقضي يوم كامل معنا، يشوف كمان موضوع كيف يسرجوا الخيل، شو يعني الجام، شو السرج، وراح نشوف كيف موضوع كمان النحل، ونكون كتير قريبين من خلايا النحل اللي يمكن كتير يكون صعب هذا الشيء على كتير من الناس. فهذا اللي عم نسعى له إحنا في مبادرتنا بيكنيك إن جوردن. تخبئ الأردن لزوارها الكثير لكي يكتشفوه، فهل ستجعل الأردن وأماكنها الخلابة وجهتك السياحية القادمة؟ يعني بتعرفي رزان، أنا من الناس اللي بحبوا حياة الريف أكتر من حياة المدينة، وبتمنى دائما وبحلم إنه يصير عندي هيك بيت ريفي بمنطقة ريفية. يعني حلو دائما إنه نتعرف على هاي المشاريع بهاي المناطق الريفية وتشوف هالمشاريع الصغيرة، المنتجات اللي عم تعملها هاي المشاريع. صح، كتير حلو بلاقيها. طبعا يعني طبعا كتير حلو، يعطيهم العافية على هاي المبادرة. وكمان مهمة كتير للأطفال لورينا يتعرفوا على البيئة بشكل أكبر وكيف يحافظوا على البيئة، وأيضا يتعرفوا أماكن حلوة موجودة طبعاً، وأماكن طبيعية عنا في بلدنا. شو هو نظيف بالضبط. صحيح، يتنقلوا بين التربة طبعاً والشجر وهيك يشوفوا السماء، ما في أحلى من هيك. صحيح رزان. هلا طبعا بدنا ننتقل حلقة جديدة من فقرة مصاريك بأمان مع نور المال، وبهاي الحلقة رح تستعرض الزميلة خلود الحاجديب أبرز الأزمات اللي مرت فيها الليرة التركية على مر التاريخ، بما أنه إحنا كلنا كتير منروح أسطنبول على تركيا، خلينا نعرف عن الليرة التركية. أكيد رح تحكي لنا أكثر خلود عن وضعها اليوم، خلينا نتابع. هذه الفقرة برعاية نور المال. صباح الخير مشاهدينا، اليوم رح نحكي عن الليرة التركية، تاريخها والأزمات الاقتصادية اللي مرت فيها. تاريخ الليرة التركية والأزمات الاقتصادية اللي مرت فيها، للناس اللي ما بيعرفوا، مبدئيا الليرة هي العملة الرسمية في تركيا، وهي عملة معدلة حذف منها 6 أصفار بعد ما كانت المليون ليرة تركية بتعادل دولار أمريكي واحد، فصارت الليرة التركية الوحدة بتعادل دولار واحد. كمان صار هيك في عهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. في سنة 2005 سحبت كل العملات القديمة وتم استبدالها بالعملات الجديدة. خلينا نروح نحكي عن تاريخ الليرة التركية. أقدم عملة ورقية تركية أصدرتها تركيا بترجع إلى العهد الجمهوري لسنة 1927، كانت مطبوعة بالحروف العثمانية، ومن بعدها تم طباعتها من جديد بالحروف اللاتينية الحديثة سنة 1937، كانت وقتها من فئة 5 ليرات، وهيك بلش تاريخ العملة الورقية التركية من تقريباً 84 سنة. الطباعة في تركيا. بدأت تركيا سنة 1950 بالتباحث حول طباعة العملات الورقية على إثر التطورات الصناعية، وبلش العمل سنة 1951 فيها. دخلت الليرة التركية مرحلة جديدة يوم 15 يونيو حزيران سنة 1966، وتم استعمال الجيل السادس من العملة.
وتعد السبعينات سنوات التضخم الاقتصادي الكبير وسنوات القحط. زاد من الأزمة الحظر اللي فرض على النفط سنة 1974 والتدخل التركي في جزيرة قبرص والحصار الاقتصادي ضد تركيا كمان أدى إلى هبوط قيمة الليرة التركية إلى مستويات منخفضة جدا، وتم تداول الجيل السابع من العملة سنة 1979. في نهاية السبعينات اختفت العملات فئة الألف لتصبح عملة نادرة، وبعد سنة 1980 أصبحت الألف ليرة تطبع كنقود قليلة القيمة. وكاستمرار للجيل السابع تم طباعة عملات من فئة 5000 و10000 ثم 20000 وبعديها 50000 و100000 مرورا ب 250000 ثم 500000 ليرة اللي إلها صفار كتير. وتم لأول مرة في تركيا طباعة العملة الورقية من فئة المليون ليرة سنة 1995، وصارت الألف ليرة لا قيمة لها. ما وقف الموضوع عند هذا الحد، فقد تم طباعة عملات من فئة 5 ملايين و10 ملايين و20 مليون ليرة، وبحلول السنة الأولى من الألفية الثانية صار التعامل بالعملات من فئات المليون ليرة. خلينا نروح نحكي عن التعديل على الليرة التركية. في بداية الألفية الثانية كان لزاماً على تركيا إجراء تعديلات على عملتها بعد النمو الاقتصادي الكبير اللي كان موجود، وعشان هيك أصدر قانون تنظيم العملة الجمهورية التركية يوم 28 يناير 2004 وبرقم 5083 بعدها تم حذف 6 أصفار من العملة بتاريخ 1 يناير كانون الثاني سنة 2005 ليبلش الجيل الثامن من النقود، حيث اكتسبت التسمية الجديدة الليرة التركية، وأصبحت العملات من فئات 5 و10 و20 ومن بعدها 50 ثم 100 ليرة. بعد حذف 6 أصفار من العملة اكتسبت الليرة استقرارها قبل ما يصير عليها أي تغيير. أول سنة 2018 وقتها وصلت لأدنى مستوى لإلها منذ بدء العمل بها. أزمة 2018. في عام 2018 تدهور سعر صرف الليرة التركية لحتى وصل إلى أدنى مستوياته، صار الدولار الواحد بيقابل 4 ليرات تركية ونصف تقريبا. من الجدير بالذكر أنه فقدان قيمة العملة ينسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي أصدر تعليمات بمنع البنك المركزي لجمهورية تركيا من تعديل أسعار الفائدة. أردوغان أكد على أنه أسعار الفائدة خارجة عن إرادته، وفسر كيف أنه بيحاول حماية كل أم وأب من كل شر، حيث قال البنك المركزي لا يمكن أن يكون مستقل. خلال حملة الانتخابات العامة التركية انتشرت بعض نظريات المؤامرة اللي شجعتها فكرة معاداة السامية. كتير حكوا من بينهم محللين كبار انه في تراجع لقيمة الليرة التركية، وهذا الشيء راجع بالاساس الى مجموعة غامضة ومجهولة تتكون من امريكيين وبريطانيين وهولنديين وبعض العائلات اليهودية الغنية اللي كانت عم بتحاول حرمان الرئيس الحالي اردوغان من الحصول على الدعم والتأييد في الانتخابات المقبلة. ووفقا لاستطلاع للرأي اجري في نيسان أبريل سنة 2018 فإنه 42% من الأتراك و 59% من منتخبي حزب العدالة والتنمية بيشوفوا إنه تراجع العملة التركية سببه مؤامرة كبرى نفذتها وخططت لإلها قوى أجنبية. أزمة 2020، هبطت الليرة التركية بنحو 24% من بداية عام 2020. أزمة 2021، تراجعت قيمة العملة الوطنية التركية بنسبة 45% مقابل الدولار هذا العام، ورغم هيك فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يشعر بالضيق أو القلق. انهارت الليرة التركية إلى مستويات قياسية في شهر 12 من سنة 2021، لكن زعيم تركيا يمضي قدما في حرب الاستقلال الاقتصادية مدعومة بأسعار فائدة منخفضة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي 4/12/2021 إنه هو فعليا يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة وجلب الاستقرار لأسعار السلع، وتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي. هذه الفقرة برعاية نور المال. يعني التضخم ماخذ في الارتفاع في جميع انحاء العالم، والبنوك المركزيه من حول العالم دائما بتتحدث عن رفع اسعار الفائده، لكن مش بتركيا، لانه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بيعتقد انه في نهايه المطاف رح يتراجع التضخم على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا الى اكثر من 21%. وبيشوف الرئيس التركي انه الحل بخفض قيمه الفائده على عكس ما يرى الخبراء الاقتصاديين من حول العالم. معلومه حلوه رزان، بس انا برايي نترك الاقتصاد انا وانت ونبعد عنه. خلينا خلود بلاش فيه، وخلينا نطلع ناخذ فاصل ونكمل ما تبقى من حلقة اليوم. بعد الفاصل، بعد تعيينها سفيرة لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، لقاء مع الفنان نداء شرارة والمديرة الوطنية للجمعية السيدة رنا الزعبي،
للحديث عن أغنية تقبلني اللي أطلقتها الجمعية مؤخراً ضمن جهودها لضمان حصول فاقدي السند الأسري على كامل حقوقهم الدستورية. أما بفقرة بالسمن البلدي، فالشيف محمد عليان وضيفه رح يحضروا لنا طاجن لحم الريش مع الخضار بالفرن العربي بطريقة بسيطة وسهلة. قرى الأطفال SOS جمعية وطنية غير ربحية تقدم الرعاية ل 260 طفلاً من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في منازل أسرية داخل القرى الثلاثة في عمان، إربد والعقبة، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها. في كل منزل في القرية توفر الأم الرعاية لخمسة إلى سبعة أطفال في جو من الحب والحنان يشبه إلى حد كبير جو العائلة الطبيعي. الجمعية قامت بإطلاق عمل فني مميز يحمل عنوان تقبلني بمشاركة الفنانة الأردنية نداء شرارة، والتي تم تعيينها مؤخرا سفيرة للجمعية برفقة كورال قرية أطفال SOS إربد، غنوا فيها للحب والحياة بمناسبة يوم الطفل العالمي. خلينا نتابع. شوف الوطن من عيوني والحب اللي بقلبي أكبر، أنا مش ضعف أنا قوي، أنا صبر وتحدي أكبر، وبحب صوت العصافير برتاح حضن أمي، وبحس بالبحبن كتير وبفرح لما بتضمني. بحب صوت العصافير حضن أمي، وبحس باللي بحبني كتير وبفرح لما بتضم، وبغني أحلى الحلحان علشان الدنيا حلوة، وبشوف بعينك كمان راحة لما بتحبني. قبل مثل ما أنا قبلني،
يعني بعد هاي الأغنية الرائعة يسعدنا استضافة المديرة الوطنية لقرى الأطفال الأردن السيدة رنا الزعبي والفنانة الأردنية الكبيرة سفيرة جمعية قرى الأطفال نداء شرارة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يا أردن. الله يسعدك. صباح الخير. نورتونا 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 وأشعر بدننا بس سمعنا هالأغنية. شو هالأغنية؟ شو هالألحان يا نداء؟ شو هالكلمات؟ شو هالصوت؟ شو هالأطفال اللي هم زي ما قلتونا هدول أطفال الـ SOS؟ يعني موضوع انا ورزان اشعر بدننا على الاخر. يعني ما اظن حدا ما بيسمع الاغنيه ما بيشعر بدنه. يعني الاغنيه رائعه وبتجنن. هي كلمات والحانك كمان نداء وصوتك كمان الرائع اضاف كثير للاغنيه. عن جد يعطيكم العافيه. حلو هذا الدعم. يعني حلو الفن لما يوصل هيك رساله. نداء اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. واهلا وسهلا فيك ست رنا مره ثانيه. شكرا لكم على الاستضافه. نداء بما انه عم نحكي عن الاغنيه خلينا نبلش نحكي معك شوي. احكي لنا اكثر عن الاغنيه هاي وكيف هاي الاغنيه عم بتساعد هدول الأطفال فاقدي السند الأسري والأيتام. خلينا نحكي إنه دائما أنا يعني أنا بحكي من وجهة نظري أو هي مفروض يعني كل فنان يكون عنده هاي الرسالة. دائما بقول الفنان بيحكي من مكان مسموع شوي. يعني خلينا نحكي عنده قاعدة بيقدر يكون مؤثر وهيك. لازم يكون هو مؤثر بطريقة إيجابية إنه يوصل الرسائل اللي خلينا نقول الرسائل الإنسانية بصوته لأنها بتوصل للناس أسرع. يعني أغنية زي هاي أغنية تقبلني خلينا نقول فيها كلماتها كانوا بيحملوا رسائل محبة سلام لهدول الأطفال. تقبل خصوصا أنه إحنا صرنا بنعاني من مشاكل كتيرة هلأ بهاي المجتمعات. عدم تقبل الآخر. صحيح. السوشيال ميديا خلتنا أكثر متنمرين أكثر حدة بآرائنا على الآخرين وهيك. فما بالك لما يكون في فئة خاصة بالمجتمع خلينا نحكي هم مميزين لأنهم مختلفين. أنا دائما بعتبر الاختلاف تميز. فما بالك يكونوا هم مثلا عندهم خلينا نقول يعني عندهم إشي معين مختلف عن الآخرين. فالمجتمع بيجي بيزود عليهم بزيادة بحسسهم باختلافين بدل اختلاف واحد. فبيصفوا بدهم بدل ما يواجهوا هم صراعاتهم صير بدهم يواجهوا مجتمع كمان. فهذا الإشي اللي إحنا حبينا نوصله بالرسالة الأغنية أنه تقبلني. يعني في أحلى من هاي الجملة أنه تقبلني زي ما أنا. إحنا أطفال المستقبل. إحنا بكرة رح نكبر ورح نعمل ورح كذا. فكتبت هاي الأغنية ولحنتها هيك من كل قلبي. يعني خصوصا أنه أنا شفتهم شفت محبتهم لهدول الأطفال. شفت دعم الـ SOS والأطفال بيلهموكي بطريقة غريبة بجننوا. يعني عن جد بدي أشكر كل حدا. بدي أشكر بداية من الـ SOS لتبنوا العمل لكل حدا دعمه لكل حدا شاركنا للمخرج جامل جيوسي للفنانتين أمل إبراهيم و ومارتينا مجدي. يعني شكرا لكل حدا اشتغل عن جد. يعطيهم ألف عافية. مزبوط عم تحكي. سيدة رنا الجمعية طبعا من المعروف انه بتهدف بشكل رئيسي يعني لانهم لايجاد خلينا نحكي بيوت لهدول الاطفال وليكون واللي ما عندهم سند كمان اسري للايتام واللي ما عندهم سند اسري. احكي لنا عن هذا الجانب من الجمعية اكثر شوي مشان الناس تعرف. هلا احنا طبعا موجودين من 83 يعني جمعية وطنية غير ربحية وبنعمل بنشتغل مع هاي الفئه من منظور حقوقي. يعني زي ما حكت نداء احنا بنركز على الحقوق اللي هي هذه الفئه لازم تحصل عليها. فبنشتغل معهم بنواحي عديده. بنشتغل معهم من ناحيه تحت حقوق التعليم حق الصحه حق العيش الكريم. في جانب اساسي بنشتغل معهم عليه اللي هو الدمج الاجتماعي اللي هي كانت اساس يعني توجهنا لان لايجاد حلول يعني عديده لحتى المجتمع يتقبل هاي الفئه. فزي ما حكت نداء يعني انه عندك هذا التحدي الصراع الداخلي اصلا اللي عندهم اياه وعندك كمان بصفي صراع ضد مجتمع. تخيلي قديش يعني شيء صعب. سهل طبعا. سهل طبعا. يعني نداء بالانتقال الحديث معك حضرتك عينتي سفيره للجمعيه ومعروف اصلا عنك انت شخصيتك متواضعه وكثير بتحبي تدعمي القضايا وخصوصا القضايا الانسانيه. انخرطتي بهدول الاطفال تعاملتي معهم والتقيتي فيهم كثير. ايش في عندهم احلام هدول الاطفال؟ يعني هم يعني احلامهم بسيطه خلينا نقول زيهم زي كل الاطفال العاديين. لا وبالاضافه الى ذلك انه هو بيحببك بحاله يعني عشان يحسسك انه انا بس يعني احلامي في هاي اللحظه انه انت تكون يعني بتحبني وقريب مني. ما عندهم يعني هاي الاحلام العظيمه. حلمهم انه عن جد يعني يمكن حلمهم بيت خلينا نقول وهذا الإشي اللي بوفر لهم إياه أساسيات الحياة. يعني هيك شوية محبة حنية ألفة بالكلام
اليوم مش بس مش ضروري تكون طفل من أطفال الاس او اس عشان تكون تعامل أو تكون طفل مثلا خلينا نقول يتيم أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أيا كان عشان تعامل معاملة خاصة. اليوم لازم نرفق على كل الناس نعملها معاملة خاصة، ما حدا مستحمل حدا. صحيح. يعني اليوم أنت إذا بتصحي الصبح وبتكوني أنت حاسة حالك مكتئبة، يعني بتحسي حالك أي كلمة ممكن ترفع لك معنوياتك. تخيلي تيجي صاحبتك تقول لك ليش شكلك مو حلو اليوم، بتهبطك وبتنزلك. أبسط الكلمات. بالضبط. اليوم إحنا مش محتاجين نكون حالات خاصة عشان نسمع كلام حلو أو يتقبلونا الآخرين، محتاجين يتقبلونا بكل إشي فينا، بعيوبنا، بالصح، بالخطأ، بكل هاي الأشياء. فهم يعني يمكن أحلامهم بسيطة، بدهم محبة. تعرف إذا في مداخلة أكيد طبعا بقدر أحكيها. لما تيجي تسأليهم مثلا أنت شو بتحب تدرس، تلاقي بدهم يدرسوا إخراج أفلام، بدهم يدرسوا حقوق، بدهم يدرسوا صحافة، كلها جوانب بدها تحكي قصتهم، بتدافع عنهم عندهم. بالضبط. فهم بدهم يحكوا قصتهم، بدهم الناس يسمعوا عنهم، بدهم الناس يعرفوا عنهم ويشاركوا هذا الحياة اللي مروا فيها مع الغير. يعني صح، حقهم هذا صحهم. يعني ست رنا، الهدف الرئيسي بالجمعية يعني انكم تقدروا تلاقوا لهم زي ما حكينا هاي البيوت او يكونوا خلينا جزء من المجتمع. نعم. ولكن المجتمع عم بيكون صعب لسه. صحيح. انه 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 يقدم لهم هاي الاشياء، خصوصا لما يكون الموضوع متعلق بالزواج، متعلق بالعمل، في تفاصيل صغيره لها كثير تاثير كبير. كيف بتساعدوهم يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني احنا اهم شيء بدنا نشتغل بالعكس، احنا ما بدنا نشتغل على المجتمع انه يغير وجهه نظره. بالضبط. نعم. احنا معهم نشتغل على رفع الثقه بالنفس عندهم، بنشتغل معهم على انهم هم ما يسقطوا اخطاء غيرهم على حالهم، انه هم يعرفوا انه هم زيهم زي الباقي. فهذا بنشتغل عليهم من بشغلنا، بلقاءاتنا معهم، هم بنشجعهم يعملوا مبادرات اجتماعيه حتى يصير في شغل، حتى ينخرطوا بالمجتمع اكثر. طبعا هم بروح والحقوق الدستوريه طبعا الحقوق. هلا فاقدي السند الاسري اذا طبعا هم مواطنين اردنيين. لهم حقوق المدنيه زي اي حق. صحيح. اللي منهم اردنيين طبعا. فطبعا هذا الحكي، فبنشتغل معهم بهذا المجال انه يعرفوا شو حقوقهم هم كفئه او شو بيطلع لهم حتى بنعطيهم دورات عن القانون الاردني، وبعطي عن الدستور، عن حقهم. بنشجعهم انه هم يكونوا يحكوا عن مشاكلهم، يحكوا عن توجهاتهم، يحكوا عن احتياجاتهم وتحدياتهم. يعني هذه من جزء من تدريبات اللي احنا او يعني المبادرات اللي احنا بنعملها معهم. بس الشغل الاكبر والاهم اللي هي المجتمع الاكبر. طبعا هم بيروحوا على مدارس مع الكل. يعني احنا قرانا مفتوحه مش قرى مغلقه، يعني بيعيشوا عيشه زي اي طفل ببيت مع اخوانه وخواته، ام بديله. ف طبعا ما فيش لا حريه مقيده ولا عيش، يعني حياه طبيعيه زي اي طفل طبيعي. بالضبط. وحتى قرانا مفتوحه، يعني اي حدا بحب يجي على القريه اهلا وسهلا. في عندنا كثير ناس بتيجي مثلا بتتبرع بوقتها، بيشتغلوا مع الاطفال. فبنشجع احنا اصلا هذه التوجهات. حتى مرات يعني انا بنسى الاسئله، بستغرب قديش في عدم وضوح لنموذج الرعايه تبعنا اللي هو مميز لانه مفتوح. ولانه انه بس بروحوا على مدرسه زي ولا بدرسوا بالقريه؟ طبعا لا، بروحوا على مدارس زي كل الاولاد. يعني بنبعد احنا عن فكره اي شيء تمييز بالحياه العاديه. يعني انتو طبعا هم مميزين اصلا بالمجتمع ويكونوا زي المجتمع، اكيد راح تعيشيهم زي باقي الاطفال. اكيد هم مميزين بشخصياتهم القويه، يعني زي ما شافت نداء، يعني فعلا انه عندهم كثير منهم متحدثين وبيعرفوا يحكوا، وحتى بالاغنيه كلهم اغلبهم بيغنوا كلهم منهم رائعين طبعا. وما غلبوني اصلا، يعني انا يعني انبسطت كثير بالشغل معهم. واضح واضح لانه طلع هذا العمل. هلا احنا لما نشتغل معهم للمستقبل، سؤال سالتيني اياه، ويكونوا افراد فاعلين في المجتمع، هذا بخفف اصلا عبء على المجتمع كاملا وعلى الحكومه وعلى الجميع. يعني لانه احنا هاي فئه وعدد مش بطال، يعني بيطلع لا قادر انه هو يخدم بالمجتمع ويكون جزء فعال ويشتغل ويتزوج ويعيش ويكون فرد منتج. يعني يعني بما انك ذكرتي سيره المستقبل، سترنا كيف بتجهزوهم نفسيا لانهم يمشوا امورهم بالمستقبل؟ يعني بعد 18 سنه خلص بينتقلوا لدور الشباب او الشابات، او حتى بيصير عندهم حياه مهنيه حياه عمليه،
ايش في تجهيزات بتكونوا تحضروا لهم اياها من هو صغار لحتى بهاي المرحله العمريه يكونوا خلص جاهزين؟ هلا بس للايضاح جزئيا انه احنا بعد 14 سنه بنتقلوا على بيوت الشباب بعد ال 14 فبهاي المرحله من 14 ل 18 بنشتغل عليهم للخروج للمجتمع من ناحيه مبادرات شبابيه اللي بنعملها، بنطلب منهم يتطوعوا هم نفسهم انفسهم يعني بجهات مختلفه، بنحكي معهم على الارشاد الوظيفي الارشاد المهني شو بدهم لمستقبلهم، بنشتغل معهم لتحقيق هذا الشيء توجهاتهم للمستقبل. طبعا عندنا شركاء مثل صندوق الامان مثل مؤسسه الاميره تغريد، هدول الجهات الرسميه جهات وان كثير مهمه بالنسبه لنا لانه هم بيكملوا مسيرتنا. احنا من تمنا بندعم هدول الشباب لعمر 23 سنه، فبنحاول انه نشتغل معهم كشغل حتى بنعلمهم كيف يكتبوا مثلا سيره ذاتيه المهنيه عفوا، بنشتغل على عليهم كيف يعملوا لقاء، كيف يعملوا يعني لقاء بعمل، كيف يبحثوا عن عمل، وين يروحوا، بنحاول انه نخليهم يعتمدوا على حالهم لايجاد السبل الوصول للمعلومات اللي بتساعدهم يعيشوا بالضبط حتى يعيشوا مستقلين بالمستقبل. برافو نداء. هلا انت صرتي طبعا سفيره لجمعيه وقرى الاس او اس، بتحسي انه صار عليكي مسؤوليه اجتماعيه تجاههم، شو برايك او قد ايه اهميه انهم يكونوا مندمجين وداخلين في نسيج المجتمع لهدول الاطفال؟ احكي لنا هيك من وجهه نظرك شوي. اول شيء يعني انا دائما بحس انه علي مسؤوليه من وقت اللي صرت بالفن، كثير اشتغلت وتعاونت مع مؤسسات بالاردن، كثير اشتغلت لقضايا، كثير غنيت للفتيات، غنيت لزواج القاصرات، غنيت للطفل، غنيت لكل السيدات المعنفات، لكل الفئات خلينا نقول اللي بالمجتمع، لانه زي ما حكينا انه لازم الفنان يكون فعليا عنده رساله يعني. وانا بحس انه رسالتي انا بحس من البدايه على المسؤوليه، اكيد المسؤوليه زادت لما هم اعطوني هاي المسؤوليه بصراحه وكلفوني فيها، وبصراحه بشكرهم يعني هاي كانت اضافه لي. انا يعني يوم الحفل قلت لهم يعني يمكن انا بحمد الله انه انا اشتغلت واجتهدت لحتى اليوم اكون بيناتهم بينات هدول الاطفال، لانه هذا شيء مش قليل يعني انه انت تكوني خلينا نقول عندك قبول وتكوني هيك تاخدي وتعطي معاهم، تسمعي مشاكلهم، تسمعي اشياء اللي بتفرحهم، تحكي معاهم وكذا وهيك، فهذا الاشي بيعطيكي اصلا خلينا نقول خبره، بيعطيكي مسؤوليه. فانا بحبهم وبدعمهم يعني دائما سواء كنت سفيرتهم او ما كنت، يعني انا راح ادعم بكل الاحوال بالضبط، يعني بحب اكون بجانبهم، بحب اكون بجانب كل الفئات، وانا كثير حدا بينحمق لكل شيء يعني لاحظنا يعني تهمليها بتلاقيني مثلا بشتغل مشروع للمراه بتلاقيني لا بدي اكتب وبدي احكي عن معاناتها وعن الست المعنفه، بشتغل الطفل بدي احكي عن لاني يمكن الملكه اللي عندي اياها ملكه الكتابه او هيك هي بتخليني انه انا احس بالاشياء يعني واكتب عنها اوصلها بصوتي، يعني يمكن ما بتعرف تعبري احيانا عن طريق الحكي صح. بتعبري هيك كتابيا. كمان حكينا عن سألتيني سؤال آخر، سألتك إيش بتحسي بموضوع إنه الأطفال هدول قد إيه ضروري إنهم يكونوا جزء من المجتمع؟ أكيد طبعاً، أول شيء هم بيشتغلوا ريدي على برامج دمجهم بالمجتمع وتأهيلهم لحتى يكونوا قادرين إنهم يعيشوا بهذا المجتمع، بس الدور والباقي على المجتمع قد إيه قادر يتقبل ويحب يعني هدول الفئة خلينا نقول ويعتبرهم جزء منه. اليوم هم كمؤسسة بحكوا لك إحنا ندعم وإحنا بنأهلهم مجتمعيا، بس كمان برضو المجتمع له دور، خلينا نحكي الأهالي لها دور كيفية تربية أبنائها، يعني خلينا نغير فكر الكل بالتربية صحيح. اليوم نعلم أولادنا هم صغار نأسسهم على ثقافة التقبل، لأنه هاي الإشي اللي بنلاقيه هلأ للأسف شوي قليل صحيح. ومش متواجد، وبحكي لك مع صخب السوشيال ميديا وهيك للأسف بتلاقي أطفال عندهم هيك يعني عندهم تعليقات غريبة وسلبية وكذا بالضبط، حتى بيقول لك ماما ما بدي أداوم على المدرسة صاحبي شكله بخوف أو مش عارف إيش، فما بالك لما يكبر يوعى أنه مثلا هذا الطفل فاقد سند أو كذا أو هيك مثلا يصير
بصير هنا المجتمع يعني يهت على يعني عايره صح يعني بالمعنى صح اللي صح هو وما حدا اختار ماضي ما حدا اختار شو كيف يكون ظرف حياته فأكيد ضروري إنه هم يحسوا حالهم جزء من هذا المجتمع طبعا, طبعاً هذا أهم إشي يعني نداء حكيت شغلة كتير مهمة هي دائما بتبدأ من الأهل والأسرة إنهم دائما يربوا أبنائهم على تقبل صح الآخر هذا أهم زراعة ثقافة إشي طبعا طبعا ثقافة سترنا إذا بدنا نحكي شوي معك أكثر عن العنف ضد المرأة بحسب المجلس الأعلى للسكان زادت نسبة العنف ضد المرأة بنسبة 33% خلال جائحة كورونا أو العنف ضد المرأة عم بيزيد أكثر وأكثر وحضرتكم شوي عم تتوسعوا بالبرامج وخصوصا البرامج المطروحة لتأمنوا خلينا نحكي دور رعاية لنساء المعنفات حدثينا شوي أكثر عن هاي البرامج يعني إحنا بالضبط زي ما حضرتك تفضلتي لما بعد جائحة كورونا وشفنا الأرقام تتزايد قدمنا لمشروع لفتح دار للمعنفات مع أطفالها حبينا أنه تكون هذا منزل دافئ زي ما نقول للأم مع أطفالها اللي عم بتعرضوا للعنف حتى نبعدهم عن مصدر العنف طبعا هذه فجوة في حاليا موجودة وإحنا الحمد لله قدرنا نغطيها عن طريق هذا البرنامج ففتحنا بيت دار رعاية دار إيواء شو نسميه دار ضيافة للمعنفات مع أبنائها في عمان وفي إربد بالإضافة لهذا الدار بنقدم كمان خدمات للسيدات حتى تقدر ترجع برضو توقف على رجليها من خدمات استشارات قضائية عن طريق شركائنا كونسلينج يعني للست إرشاد نفسي إذا هي بتحتاج تدريب على مثلا الرعاية إذا في كان إشكالية مثلا مع الأطفال كيف تقدر تسيطر على غضبها أو مثلا كيف تقدر تتعامل مع أطفال بمراحل معينة كمان حطينا جزئية تمكين اقتصادي يعني حتى نقدر نساعدها أنه إذا هي بدها تشتغل على حالها شوي من ناحية اقتصادية كمان كيف تقدر أنها تتخطى هاي العقبة حتى ترجع برضو للمجتمع بالضبط إحنا الدور الموجودة عادة هي دور مغلقة هذا النظام هذا الدار هو دار برضو نموذج مفتوح فهي ما مش بسجن يعني هي بتيجي بتدخل بتطلع يعني عايشة بس ضمن هذا الدار وكمان إحنا التميز اللي عندنا أنه هدول الدور بتقدر تخلي الأطفال دار للمعنفة بتقدر تخلي أطفالها معها لحد عمر 12 سنة مش زي أماكن أخرى اللي بفرضوه اللي بعد الخمس سنين ما بيقعدوا الأولاد معهم فإحنا قدرنا عن طريق شغلنا مع وزارة التنمية مشكورين أنه نطلع بهذا النموذج وأنه نقدر أنه نطبقه في عمان وفي إربد وقدرنا نساعد أول حالة هذا الشهر وإن شاء الله إحنا نقدر نساعد سيدات إن شاء الله موضوع جدا مهم هذا بصير أعقب على الموضوع أكيد طبعاً. بدي أحكي لكل ست يعني طلع علي شوفيني هون كنت بدي أسألك هذا السؤال على فكرة أنت جاوبتي كل ست بتتعرض للعنف أنا اشتغلت مع الاتحاد الأوروبي بوجه لهم تحية اشتغلنا عملنا إحنا حملة 16 يوم كانت عن العنف ضد المرأة كانت الحملة اسمها لا تخبي وجعك ماشي أو لا تخبي وجعك وراء الكمامة هي هلأ مش الكمامة اللي راح تخليها تخبي ولا ما تخبي لأنه موضوع الكورونا جديد يعني خلينا نقول بس إنه أنا اليوم بدي أحكي لكل ست في كتير مؤسسات بتدعم المرأة وصار في كتير وعي وثقافة عن موضوع العنف ضد المرأة بطلت المرأة اليوم تتعنف وتضلها ساكتة اللي بدها تسكت هي امرأة ضعيفة معلش اسمحي لي كل حدا عم بيشوفني اليوم وكل ست عم تتعرض لتعنيف ما تسكتي يعني ما تخبي وجعك انت مو مضطرة انت ربنا خلقك عشان تتكرمي عشان تكوني انت ام في اعظم من ان انت تكوني ام والست ما في أحلى من هيك يعني إنه ربنا خلقها وكرمها فلا تسكتي لا تخبي وجعك لا تكون ضعيفة لا تستسلمي الحدا اللي بيشوفك ضعيفة هو اللي بيستقوي عليكي أنت مش ضعيفة أنت محور الكون خلينا نحكي فأنا بتستفزني الست الضعيفة اللي ماسكة قيود المجتمع وبتقول لك أنا شو بدي أعمل طيب أنا هلأ بدي أروح أشكي عليه طب أهلي شو بدهم يحكوا طب مش عارف إيش طب خلصنا وتطلقت عاد خذي لك هلأ مصطلح مطلقة وين بدها تهرب منه طب بناتك كيف بدهم يتجوزوا إذا طلقتي وكذا خلاص عاد خلصونا كل إشي اسمه نصيب وربنا لو إيش كمان نداء شغلة حكيتيها أنت كتير مهمة إنه هي تسكت عن الموضوع هي عم تعنف لسه في سيدات بالنسبة لهم عادي إنهم يعنفوا
بالنسبه لهم طبيعي انه الرجل بالضبط. وفي اليوم كمان شيء طبيعي. كيف يعني هذا شيء طبيعي؟ في اليوم شيء احنا غايبين عنه تماما. شوفي ربنا لو انه ما حلل الطلاق يعني يعني صحيح هو ابغض الحلال بس كمان حلله اكيد. ما بنقول اتطلقي بس اوصلي لحل يعني بينك وبينه انه هو يبطل يعنفك. اليوم في شيء مصطلح غايب عنا، في شيء اسمه تعنيف لفظي. انا بعتبر الكلمه بمئة كف للمراه طبعا. الكلمه السيئه لما انت تيجي تقلل منها او ما تحترمها قدام الناس او حتى تسب عليها وهيك، هاي الكلمه كيف بدها تنساها؟ هاي بيضل لها اثر. اليوم احنا بنعاني من انه دفاشه بالحكي فيه بصير بالضبط اللي هو التجريح يعني طبعاً. انتو ما بتراعوا حتى الفاظكم مع الست انه كيف انت بدك تحكي معاها طبعاً. فبتروح عند اهلها بتشكي لهم بضربك بقتلك طب اتحملي. طب هو انتو مش فاهمين يا جماعه انه في كلمه عن جد بمئة كف. يا ريت الناس ويا ريت اي حدا بيشوفني اليوم نحترم الفاظنا شوي تجاه اي شيء، طفل كبير شيخ مرة زلمه اي حدا. خلص تهذبوا. واليوم الناس على السوشيال ميديا يعني بتطلع ست بتحكي معاناتها. انا كثير بشوف قصص وبشوف سيدات بتطلع بتحكي وهيك. طب نضبي نضبي شكرا. طب اسكتي اسكتي. طب وين اهلك عنك؟ طب مش طب ابصر هي شو عامله. طب مش عارف دغري الملامه بتصير على الست وعلى طول على طول دمتهم بتروح افكار شيطانيه. شو دخلك انت اصلا يعني وحتى هو تحت اي ظرف ممنوع تتعنف صح. وممنوع الطفل يتعنف وممنوع اي حدا يتعرض للتعنيف لا لفظي ولا كذا. واليوم اذا انت بتفكر انه كلمتك على السوشيال ميديا اللي بتجرح هي اقل تعنيف من اللفظ المباشر بتكون كتير غلطان. لأنه الكلمة بس توجهها ما أنت وجهتها بشكل مباشر. أنا اليوم بفوت على السوشيال ميديا ناصحة دبة بقرة ضبي كذا ليه بدي أسمع هذا الحكي؟ صحيح يعني طبعا. إحنا دائما بنقول إنه سوري انفعلت بس لا 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 خدي راحتك بس إنه يعني خلص يعني إحنا تعبنا اليوم نشوف الناس ما بتحترم الآخرين وما بتتقبل. كله بيرجع للتربية. اليوم أنت بس تشوفي حدا بكتب لك تعليق سلبي إيش أول شيء بتحطي ببالك؟ تقولي خلص يلا قليل أدب من مشيها. تخيل إنه أنا يعني أول إشي بحكي عنك إنك قليل أدب. صح يعني هو العنف نداء بكل أشكاله مرفوض وعلى كل الفئات. وكمان إحنا هلأ بالأردن صار في عنا كتير جمعيات ومؤسسات بيقدروا النساء بشكل عام يلجؤولها ويرفضوا العنف شو ما كان طبعاً. يعني إحنا بدنا نتشكركم كتير ونتشكر وجودكم معنا ونتشكر على نتشكركم على هاي الرسالة اللي بتوصلوها دائما للمجتمع. ودائما نقول الفن إذا ما وصل رسالة يعني ما بيقدمش إشي. والفن دواء رسالة طبعاً. والفن دواء أصلاً. الموسيقى دواء والكلمات الحلوه دواء فضروري انه دائما نخلي هذا الموضوع. شكرا كثير لكم مره ثانيه. احنا بنطلع فاصل بس نداء ما بزبط نطلع فاصل لما نغني لكم اغنيتك الجديده اللي صارت فرحه يلا انت فرحه خيرها طرحه ودبلة تربط قلبي بيك انت نجمه جميله سرحه ضيها عاكس عينيك انت نور الشمس لما تظهر ملامح ضحكتي انت حال عيشها قلبي نسمة ساكنة في وردتي حب احبك حب اكبر من ميت قصيدة في الف بيت حب اعيش لك عمري تاني احب اقول ان انا حبيت بحبك حب اقوى من خيال مليون رواية بعترف لك قلبي دايب من بداية الحكاية. يا سلام يا سلام الله يسعدكم يا ربي. شكرا الله يخلي لك هالصوت يعني ده ويخلي لنا احنا هالصوت كمان يسعدكم يا ربي لانه عن جد صوت يعني بدخل صمصوم القلب. والله انتم بتجننوا احلاكم يعني مرتبين وراكيين عن جد حبيبه قلبي. شكرا كثير لك. الله يوفقك دائما نشوفك متالقه. خليكم
يا رب. ورنا طبعا شكرا كثير لك لمجهودك، يعني انتم من اهم اجزاء هذا المجتمع، ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، يعني لو احنا ما بنحصل على هذا الدعم منكم، من اشخاص زي نداء، من المجتمع، احنا ما بنقدر نعمل شغلنا بالطريقه الصحيحه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لكم مره ثانيه. اما هلا مشاهدينا، فموعدنا مع حلقه جديده من فقره بالسمن البلدي مع الشيف محمد عليان، اللي حضر لنا فيها طاجن لحم الريش مع الخضره وسمنه بلدي. خلينا نحضر ورا جاي. يلا صباح الخير وكيف الحال؟ احنا موجودين اليوم وين؟ موجودين بليلز هاوس. ليش؟ عشان نعمل اكله غريبه. معنا الشيف عون، خلينا نشوف الشيف شو مجهز لنا. شيف كيف حالك؟ اهلا حبيبي، الله. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايش عامل لنا اليوم؟ شايف لحم طاجن، شايف لحمه وريش وخضار ايش طاجن؟ ايش طاجن؟ بالخضار مع الريش، رهيب. تمام. مع السمن البلديه طبعا، اهم شيء بالحياه. طيب خلينا نبلش. طيب. معلم ايش راح نبلش؟ بشو راح نبلش؟ بالبطاطا. تمام، ما راح نقشر اي شيء من هذول صراحه. انا واحد من الناس نفس الشيء، بالنسبه لي الخضار ما بقشرها. ليش؟ بحس انه فيها نكهه خاصه. بس اهم شيء يغسلوها كويس، ما ايش ما تروح تنزلوا تراب او تنزلوا اشياء معاها. أكيد. او ثاني شيء القشره كثير مفيده، مش شوي، عند دم فيها فوائد رهيبه. طبعا ايش شو اسمه الخضار اللي عندنا هون موجوده؟ الخضار عندنا بطاطا، عندنا بطاطا حلوه، عندنا جزر بيبي، عندنا فطر، عندنا كوسه، عندنا شيري توميتو، عندنا بصل، عندنا فليفله حلوه. وعندنا فلفل حار. طبعا فلفل حار. نعم. طيب ليش شو اسمه؟ انا شايف نوعين توم، شو الفرق بين نوعين التوم؟ ولا راح تعمل تقصها بالنص؟ هاي راح اقصها بالنص ومع السمنه. اوبا، هذا الحكي الرهيب يا جماعه. انا واحد من الناس لما نعمل مثلا طبخات اللي فيها زرب واللي روح فيها الأكل، اللي هي سلو كوكينج، انه انت مده طبخ شوي طويله، ايش بنسوي؟ بحب احط فيها الثوم، وبعدين بس اخلص اجيب خبزه احمصها واحط عليها الثوم اكلها هيك نفس ما هي بتطلع دايبه. او مثلا قدره، تجيب القدره وتكثر فيها ثوم. الله مع الله السمنة. الله. يس يس. طيب ايش حطينا هون؟ البطاطا. حطينا البطاطا. تمام، نبلش بالبطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه إيه؟ طبعا كله ما راح يتقطع. كله ما راح يتقشر، سوري، ما راح يتقشر ولا اي شيء ابدا ابدا. اللحم شو رايك انا ابلش فيها هون؟ أوكي. وانت تخلص. طبعا هون ايش راح نسوي؟ راح نجيب السمنه تبعتنا، البطله تبعتنا لليوم، وحنجيب ونحط ايش بالمقلة تبعنا. وايش راح نعمل؟ راح نجيب اللحمه تبعتنا ونحطها، وايش نسوي فيها؟ نحمرها، تش نعملها تش. كنت بدي احكي انه الخضار هي اللي جانجي، بس بعد شوي حتكون دايبه، فانه كل ما كانت القطعه كبيره كل ما كانت احسن. ليش؟ انه صغرنا القطعه تبعتها شوي صغيره، حتى حتدوب وحتختفي. يس. ندخل على ايش؟ على اهم شيء، وهي اللحمه تبعتنا. هلا راح ننزلها على المقلاي ونسمع الايش؟ التش. التش. بدي اشتش بحياتي. هلا حنقلبها على الجهه الثانيه. واي. هلا هنحطها وين؟ نحطها هون ولا لسه؟ ولا ما خلصت انت؟ نحط البصل. ايه؟ حطيت البصل بقشره؟ جزء مقشر وجزء لا. يلا نبلش نصفط اللحمات تبعتنا. هلا بعد ما خلصنا من اللحمه بدنا نعمل التش رقم 2. التش رقم 2 يا جماعه. بالسمنة. ننزل السمنه تبعتنا فوقيهم. الله الله. طيب ايش البروسس الاشياء اللي راح تصير بعديها؟ هسه بدنا نجيب الثومه زي ما هي. طبعا هي فيها ثومه جوا مقشره. بس هاي سبيشل. سبيشل يا عمي. هيك. او ماي جاد. طيب ايش كمان هلا راح نسويه؟ ولا هي خلص خلصنا؟ لسه بدنا نجيب ميه، لانه عشان نخليها شويه
رب البندورة. رب البندورة. بيت السمنة. يلا روح. بيت السمنة نحط. رب البندورة. رهي. وملح وفلفل أسمر. طبعاً بهارة بس هيك. بس. بس ملح. ما في بهارات. ما في بهارات سرية. ما في خلطة. ولا أي شيء. نهائي. بس. نهائي. بس. بس. ملح. ملح وفلفل أسمر. ليش؟ إنه اللحمة تبعتنا نظيفة. دائماً نحكي لما تكون اللحمة تبعتنا نظيفة. ما بتحتاج إلى بس ملح وفلفل أسمر. نعم. وحش الوحوش. هيك هلا بدنا ننزلها عليها؟ طبعاً. يلا. قولي. كله فخارات شايفين. كله فخار بالفخار ما أنا شايف. صراحة الأكل بالفخار بيعطي نكهة مش عادية صراحة. طبعاً طبعاً طبعاً. شو هلا راح نعمل؟ هسا راح نسكرها بالقصدير وندخلها على الفرن. يلا. يلا. قديش قديش راح تقعد بالفرن؟ ساعة. بعد ما رجعنا هلا ايش حنسوي؟ بدنا نسكرها بعجينة. بعجينة. نحط عليها السمن البلدي على العجينة نفسها وقزحة وملح وسمسم. واو. يلا. يلا. تساعدك فيها ولا؟ يلا. روح. الله عليك. بحب عشان ايش؟ ناكل أكلة مش عادية طبعاً. الروائح اللي يس الروائح الموجودة هون مش عادية. بعد ما دابت اللحمة والخضار كلياتها دابت على الأخير يعني الوضع مش عادي. وعلى الفرن. وعلى الفرن. يلا على الفرن. تمام مرة. يلا جينا لأهم فقرة هلا. فقرة التذوق يا جماعة. الله 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 الله. تحتيها بكون في مفاجأة هلا. هسا بتشوف المفاجآت. الله. طبعا الخبزة لحالها بتتاكل. هلا الخبزة معنا. أنا قصة. أنا الخبزة قصة ثانية. خليني أحط لك خضرة. اسمع ولا تحط لي خضرة ولا إشي. أنا سيبوني يا جماعة هلا بدي أدخل على أهم فقرة فقرة التذوق. لا بدي خضرة ولا بدي إشي. أنا جاي عشان الريش. في حد عنده ريش وياكل خضرة ما تردوا هذا الحكي. نقول إيش؟ بسم الله على أول إشي. لحمة بالفرن مطبوخة طبخت بالسمنة وانتقعت بالسمنة وتبهرت بالسمنة وانحطت بالفرن والسمنة من كل النواحي. بسم الله. الله الله. طبعا اللحمة دايبة التحميرة تبعت ال تبعت الشاطة تبعت أيوة السمنة تبعت السمنة ونكهة الفرن عشانها معمولة بفرن عربي. يا الله مش عادي. انا ما بدي اعطيك انا ما عطل. بدي تدخل عليها معلم. انا هسه بدي اغز هون. خليني انا انعجقت يا جماعه لما اشوف لحمه وخضار وصواني وخبزه بتجنن. هلا انا راح ادخل افجر الدنيا هون. خلينا نختم وانا بعدين راح ادخل معلم. يلا. شكرا سوفون. الله يسعدك. شكرا على كل شيء عملت لنا اياه الاستضافه اللطيفه. وبحب احكي للناس دائما احنا بالسمن البلدي بنلفلف عشان نشوف الاكلات تبعوتنا وايش بنقدر نعمل بالسمن البلدي. اليوم كنا هون. خلينا نشوف المرات الجايه وين راح نكون. كان معكم شوف فعلياً. سلام. يا سلام. يعني أتوقع لورينا اللحمة كانت دايبة قد ما انطبخت. انطبخت مرت بمراحل عديدة اللحمة خصوصاً إنها انطبخت يا جماعة بالفرن العربي. في أسكى من الطبيخ بالفرن العربي؟ أكيد لا. والمعجنات والفطاير والمنقيش على الفرن العربي ولا أسكى من هالصراحة؟ نحن هلا شمين ريحة الأكل كالعادة بس نجيب سيرة الأكل من جوع. أنا ورزان لسه ما فطرنا أحلى مثلكم. أنتوا عم تفطروا وأنتوا عم تحضرونا. رزان على فكرة كمان مش بس الفرن اللي بيعطيها نكهة حتى الطبخ بالفخارة بتحسي له هيك نكهته. يعني بتحسي هيك بالفخارة غير له طعم مختلف خصوصا بس تدخل على الفرن وتطلع بيكون الأكل عم بغلي فيها. الصواني بالفخارة ذاك طبعا كتير. ممكن تجربي تعمليها بالبيت؟ يعني ممكن أجرب بس لازم يكون حدا معي إذا في فرن حدا يعلم. يمكن أعملها عند ماما يعني بساعد ماما في هذا. عالجد مش معقول. بالضبط. نتشكر الشيف أكيد محمد عليان دايما بيقدم لنا هاي الفقرة هيك بلف فيها ببلدنا الحبيب الأردن بيقدم لنا وصفات ولا أروع. يعطيهم ألف عافية جميعا. يعطي ألف عافية. خلينا نأخذ هذا الفاصل السريع مشاهدينا ومن بعده رح نكمل ما تبقى من حلقتنا. خليكم معنا. بعد الفاصل تقرير بيستعرض مهرجان فني بيجمع نخبة من الفنانين الأردنيين والكوريين بأعمال مشتركة بطريقة مبتكرة.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم ببرنامج صباح الخير يا أردن. وهلا بننتقل إلى مهرجان من تنظيم جاليري وادي فينان، واللي انطلق يوم السبت الماضي تحت عنوان عبر الثقافات، جمع نخبة من الفنانين الكوريين والأردنيين بأعمال فنية مختلفة. مزبوط، يعني هاي الأعمال اللي تميزت بينها أعمال مشتركة كل منها بيكمل الآخر، متجاوزين بالفن الحدود الجغرافية واختلافات الثقافات. خلينا نتابع هذا التقرير من إعداد الزميلة لانا حسين. افتتح جاليري وادي فينان للفنون السبت معرض عبر الثقافات بحضور كبير من الفنانين والمهتمين بالفن ومحبيه، والذي ضم معرضي Layers of Time و 4 plus 4 بتعاون أردني كوري. جاء ذلك نتيجة الظروف التي يمر بها العالم والأردن بشكل خاص بعد جائحة كورونا وما خلفته من تحديات كتزايد المسافات. المعرض هو الحلو فيه انه بتعدى حدود البلد، وهو مشاركه من 4 فنانين من كوريا و4 فنانين من الاردن. هلا غرضه الاساسي طبعا كان ما بعد الكورونا، وقديش اثرت الكورونا عن الواحد، زي المسافه صارت محدوده حواليه، فهي كسرت هذا الحاجز وفتحت قناة بين الأعمال الفنية بكوريا اللي هي مسافتها بعيدة عنا وبين الأردن. معرض Layers of Time أو طبقات الزمن للفنانة الكورية آن سيون جمع أعمال الفنانة الكورية التي أعادت من خلاله تدوير الأوراق والصحف والزخارف الورقية وغيرها عن طريق الألوان المتداخلة على القماش، لتقوم لاحقاً بإزالة الطلاء ونحته لتعرض من خلاله طبقات الوقت التي يحتويها العمل، مشبهة ذلك بالعلاقات الإنسانية التي يمكن بناؤها بسهولة وكسرها حسب احتياجاتنا. This is my first solo show in Amman, Jordan. I'm so glad to have my solo show here. And also, if you come to the Wadi Finan Gallery, you can see the both my solo show and also some group show with Korean and Jordanian corporation artwork here. Usually I'm interested in some not important object, like daily very light object, for example coin and old newspaper or some doily paper or pattern and some very light and unimportant object. I felt like it's kind of people's relationship is very light, but very, you know, try to be kind, but just, you know, one used and disposable relationship. So I'd like to make that tiny object to make it bigger and describe a very long time to make it beautiful. Then I'm just doing like that, make some doily paper, make it bigger and concentrate and describe for a long time. أما معرض 4 plus 4 تجاوزت أعماله الحدود الجغرافية وضم 4 من أشهر الفنانين الكوريين و4 فنانين من الأردن، ليستكمل كل منهم عمل الآخر، متبادلين بذلك ثقافات جمعت شرق آسيا بغربها. تجربة إنه هي تبادل أعمال فنية ما بين الفنانين الأردنيين وما بين فنانين من كوريا الجنوبية. التبادل إنه رح ناخد أعمال منهم رح نضيف عليها ورح ننتج عمل مشترك ما بين فنان من كوريا وفنان من الأردن. هي فعلا في صعوبة إنك تاخدي عمل فنان إله شخصيته وهويته بالعمل الفني، وإنه أنا إلي شخصيتي وهويتي كمان بالعمل الفني، أحافظ على هويته وهويتي بنفس العمل. العمل إجانا من كوريا، إحنا ما شفنا الفنانين، ما التقينا فيهم غير بالصور وبالفيديوهات، وكان في تحية متبادلة بيناتنا، وبعدين إجانا العمل، وصلنا لهون واشتغلنا عليه. يذكر أن المعرض يفتح المجال أمام الجميع بجاليري وادي فينان لزيارته والاستمتاع بهذا التعاون الفني الذي يبرز أهمية الفن في كسر الحدود الجغرافية بين الثقافات، وذلك حتى 2 يناير.
يعني بدنا نتشكر اكيد زميلتنا لانا على هذا التقرير، بنصبح عليها بنقولها يعطيها الف عافيه. لورين، قديش الفكره حلوه اللي قاموا فيها الفنانين، يعني عمل فني بلش بفنان كوري بعدين كمل عليه فنان اردني، كثير عمل رائع عن جد، يعطيهم العافيه. كثير حلو رزان، يعني معروف انه الفن ما له لغه بالاخر. بالزبط. الفن للكل، يعبر كل الحدود، يعبر كل الحدود، وكثير حلو هذا الشغل الموجود. بعدين العلاقة الأردنية الكورية لها أكثر من 60 سنة رزان، يعني تجاوزت بس الفن، فيها كمان سياسة وفيها اقتصاد وفيها كثير تفاصيل. فالعلاقات بين الأردن وكوريا، بلكي الأسبوع الجاي بنصور بكوريا. طيب بما أنه العلاقات كثير منيحة يا ريت تلاقونا بكوريا. سفرونا سفرونا على كوريا هلا، يعطيهم ألف عافية. طبعا المعرض كثير حلو. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا أردن. نشكر شركائنا شركة زين، الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وبنك سوسيتي جنرال الأردن، وشركة نهج المنار الوكلاء الرسميون لجريت وول موتورز. صحيح، وأيضا نتشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ما تنسوا صباح الخير يا أردن كل يوم جمعة الساعة 9:30 صباحا، واللي فاتت ومشاهدة أي من فقرات حلقة اليوم أو الحلقة السابقة بتلاقوها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بعمان تي في. جمعة مباركة على الجميع، ولقائنا الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.